كابتن طارق، برضو هتكلم مع حضرتك فيما يخص كابتن خالد العوضي. قال لك ايه في التتويج النهارده؟ انا كنت شايفكم بتتكلموا. مبروك، فرحان جدا. الحضن بتاعه، طولنا الصوره يا شباب، ثمار تعبه او الفيديو معانا. احنا بنقعد نخطط نعمل الفرقه دي ازاي. عارف انت لما بتبقى بتجمع فرقه وبعدين تلاقي ان في الاخر نتيجه ايجابيه، بتبقى من جواك كده بتحس بالسلام او بالحضن، او هو حتى بيقول مبروك. الحضن باين اهو هنا في الاول كان كابتن فرحان ماجد. جدا. شويه. انا بحب دايما لحظات الفرح والتتويج بتبقى لحظات مهمه جدا في تاريخ وحياه الواحد. يعني طبعا حياتك دايما كلها، انا دلوقتي لما باجي اقعد مع اولادي بقول لهم انا خدت 24 بطوله مع النادي الاهلي في الكوره، يعني انا بقول لهم انا خدت 24 بطوله مع النادي الاهلي، خدت 20 يعني مع طبعا النادي الاهلي واربعه طبعا. فبتقعد تتكلم تقول في سنه 2000 واحد بحط رجل على رجل، واحد بيبقى مبسوط. مش هتحسوا بالكلام ده غير بعد طبعا ما يعني تبطلوا. دي حقيقة. الواحد لما بيبطل، والله يا كابتن طارق اكيد حضرتك فاهم وعارف الكلام ده كويس، طبعا بعد ما الواحد بيبطل بيحس ان هو يعني عمل حاجه انجاز وانجازات كتيره اضافه. جدا، لكن يكفي ده انك الفرق. اسعدت الناس دي، بالظبط اسمين كتير، اسعدت الناس. برافو عليك جمهور. كابتن طارق، لانه احنا كنا بنتكلم او انا كنت بتكلم على موضوع ده الاسبوع اللي فات، ان هناك بعض اللاعبين، على فكره الاثنين صح، ولكن هناك بعض اللاعبين في الكوره عندنا اختاروا ما بين التاريخ وما بين الجمهور وما بين الفلوس. الماليات على فكره مش غلط، ولكن التفكير بيوديك لفين؟ التفكير بيخليك تروح هل ده بيحصل عندكم برضو يا دينا لا ولا؟ بصراحة عمرها ما حصلت، بدليل انه يعني مش حابة اتكلم عن حد او كده، بس نفس اللي حصل في اندية اخرى حصل عندنا، بس هو مش اوبشن اصلا مش يعني. اوبشن. لا لا خالص. والمعروض اعلى. اتعرض عليهم برضو كابتن اعلى طارق الفترة اللي فاتت، اللي انا عارفه ان كان في يعني، اللي مناوشات كتيرة بيتعرض من جدا. بره اكتر من اللي بياخده جوه النادي بيفضل النادي. بالظبط. ايه اللي بيخليكوا تفضلي النادي يا نادي الاهلي؟ انا ليا حاله خاصه، انت انا حاله خاصه صح، بنت النادي يعني، حضرتك عارف بابايا يعني ومامتي واخواتي، فانا الموضوع بالنسبه لي هو فعلا عشق للكيان ده نفسه. الواحد كفايه ان هو بيبقى اسمه بيلعب في النادي الاهلي وفي جماهير في ظهره على الحلوه والمره زي ما بيقولوا، فده شرف كبير لاي حد اصلا يعني. بحس ان كل اللعيبه اللي في اي انديه بره بتبقى نفسها تيجي النادي الاهلي عشان يبقى اسمها بتلعب في النادي الاهلي، فدي احنا اصلا يعني بريفليج لينا قوي ان احنا نبقى يعني متعظمين في النادي الاهلي بتاعنا. هلا الكلام اللي هي بتقوله ده لنادين بتقوله ده كلام حقيقي؟ اصل اللي يسمع الكلام ده هيقول لك ايه يا جماعه انتوا بتمثلوا علينا. والله انت ما بتسمعيش الكلام ده؟ لا اكيد بسمعه. يعني لما انت مثلا حد يجي يعرض عليكي، ما هو ما تزعليش مني برضو، انت اكيد بتاخدي فلوس في النادي الاهلي يعني، وفلوس كويسه. فبالنسبه للسيدات اعتقد ان انتوا ما بتاخدوش فلوس قليله، بتاخدوا فلوس كويسه بالنسبه للي موجود، وبالتالي اللي يسمع الكلام ده يقول لك ايه يعني يا جماعه انتوا بتضحكوا علينا بالكلام ده، اللي هي روح الفانيلا الحمراء واللي مش عارف ايه والكلام اللي بتقولوه. لا بس احنا يعني احنا الثلاثه تقريبا متربيين في نادي الاهلي، انا ودينا كمان انا معاها من واحنا عندنا 8 سنين تقريبا. انا خرجت ورحت سبورتنج سنتين بس رجعت لبيتي تاني، شكرا طبعا كابتن طارق. من اخر ماتش في السيزون قال لي بكره بكره هنمضي، اوكي هشوف هستناكي في النادي الاهلي. وكابتن خالد العوضي طبعا وكابتن عامر فاروق ما تاخروش عليا في اي حاجه، مبسوطه جدا اني رجعت تاني بيتي يعني. ما 8 سنين انتوا كنتوا مع بعض 8 سنين، دلوقتي كام عندك؟ 11 سنه. عندي 29 سنه. هذا من واحنا لسه في تحت 10 سنين. انا وهنا تحت 10 سنين كنا من يعني تحت جايبينها من تحت قوي. بالظبط عايشين تحت قوي قوي. لا من ايام ما ملعب الباسكت في النادي عندنا كان لسه بلاط الناحيه الثانيه بدل المدرجات بدل التتش يعني. بدل التتش بالظبط يعني زمان. بتحبوا مين من لعيبه الكوره يا دينا؟ يعني حسام غالي. اوكي. اكيد. اللي بيلعبوا دلوقتي؟ ابو تريكه بقى طاهر يعني بركاته، طاهر محمد طاهر صديقنا دين. لا يعني كله عشان محدش يزعل بقى بصراحه. بحب الاهلي. نادين طاهر؟ انا بحب طاهر. اشمعنى؟ في النادي الاهلي. بتحب طريقه لعبه؟ وبحسه كده فن يعني فنان. بحبهم كلهم. مش كروية قوي لولي كده. وكابتن محمود متولي اكيد. محمود متولي. اخويا الكبير يعني. والله؟ متولي عنده طريقة كده في اللعب بيطلع بيها من بيطلع بالكرة يعني من ورا فبتبقى ليه. هلا مش هتقولي لي؟ بحب محمد صلاح.
مش حلو؟ مش كروية مش كروية. في حد ما بيحبش محمد صلاح اساسا؟ لا هقول لك انا بحب حد في اللي هو عنده اللي جاله صليبي صليبي ولسه راجع جاله صليبي اكرم توفيق بحبه جدا بقى. انا بحب الناس الفايترز دي قوي قوي والله. اه هي طريقه لعبهم كده بوزيشن كابتن اسلام. ايه ده؟ انت شفت؟ لا نفس البوزيشن. ايوه صح بحب كابتن اسلام كمان طبعا.